لا زالت هجماتها مستمرة على مناطق الدفاع المشروع زاب ومتينة وأفاشين. وكذلك أعلنت دولة الاحتلال التركي هجوم جوي وبري جديد ضد حزب العمال الكردستاني وشمال شرق سوريا تشارك فيها قواتهم العسكرية والطائرات المسيرة. فدولة الاحتلال التركي تصف حزب العمال الكردستاني بأنها منظمة إرهابية وتحاول القضاء عليهم بحجة ذلك، ولكن قواتنا الجريلا مستمرة بالمقاومة والتصدي لكل الهجمات، فتتوالى ردود الفعل المستنكرة لهجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا واستهدافها للمواطنين في مناطق شمال وشرق سوريا. تقوم دولة الاحتلال التركي بقصف واستهداف المدنيين والأطفال وكبار السن وخاصة المرأة، وتستهدف خاصة النساء المقاتلات الذين يقاومون ويناضلن ضد هجماتهم الإرهابية بحق الشعب. فالشهيدات رمز لكل امرأة. نحن كشعوب شمال وشرق سوريا سوف نكون يدا واحدة في وجه هذا الاحتلال، ولن نسمح لهم بالتمادي على خيراتنا. ناحيتنا الشخصية كامرأة في مؤتمر ستار سوف نكون عبرة في حلق الفاشية الأردوغانية، فإن هذه الهجمات لن تثنى شعبنا عن مقاومتهم ونضال المرأة ودورها التاريخي في النضال والمقاومة في شمال وشرق سوريا. سوف تستمر فعالياتنا المقاومة التي تشارك فيها أهالي مناطق شمال وشرق سوريا تنديدا بهجمات وحرب الاحتلال التركي. سنبقى على أراضينا، أحيينا هنا وسنموت هنا. لا للاحتلال التركي، لا للخيانة التركية.